مكملين معكم بالمقدمة الثانية، وبهذا الفيديو رح نمرق بشكل سريع على معظم فقرات الكتاب. فرضاً أنت حبيت تشتغل ميكانيكي سيارات وقررت تصير خبير بهذا المجال، شو هي الخطوات اللي لازم تتبعها؟ أول شيء لازم تعرف شو هي أجزاء السيارة، شو مهمة كل جزء فيها، كيف بتشتغل، شو الفرق بين السيارة المانويل والسيارة الأوتوماتيك مثلاً، ولازم تتعرف أكثر على هذا المجال وتعرف شو هي التحديات اللي لازم تتجاوزها لتفوت فيه. فالخطوة الأولى هي أنك تكون قاعدة معرفية ومعلومات نظرية متعلقة بهذا المجال. الخطوة الثانية أنك تحاول تطبق المعلومات النظرية اللي تعلمتها بالخطوة الأولى وتجرب تصلح سيارتك مثلاً. بدون شك رح تكون البداية مالها مريحة ورح تعمل أخطاء كبيرة، بس إذا قررت أنك ما تستسلم وأنك تحاول أكثر من مرة فبالنهاية رح تصير خبير بهذا المجال، ورح يصير العمل فيه مريح وممتع، ورح يتحول لجزء من تفكيرك اللاواعي، يعني رح تتحول المعرفة النظرية لخبرة عملية، وهذا الشيء اللي بسميه المؤلف بالانتقال من المعرفة إلى معرفة كيف. نفس الخطوات لازم تتبعها إذا قررت تطور من حالك وتوصل لحالة ذهنية سليمة وتحرر دماغك وجسمك من المشاعر والأفكار السلبية. أول خطوة هي إنك تتعرف على طبيعتك البشرية، مثل التعرف على وظائف عمل الدماغ، شو تأثير الأفكار على المشاعر، وكيف ممكن للأفكار إنها تأثر على السلوك وعلى الصحة الجسدية والنفسية. لما ننتهي من هاي الخطوة نقدر ننتقل للخطوة الثانية، وهي تطبيق هاي المعرفة على أدمغتنا وأجسادنا بهدف التعافي من كل شيء ممكن يضر بصحتنا، بهدف الوصول للسعادة الحقيقية اللي كلنا منتمناها. ومثل أي شيء جديد بنتعلمه، فالبداية ما رح تكون سهلة لأنه جسمنا لسه ما تعود عليها، بس مع التكرار المستمر رح يتحول هذا السلوك لعادة جديدة ما عاد نقدر نستغني عنها. لهذا السبب فالكتاب مؤلف من 3 أجزاء. بالجزء الأول والثاني رح يكون التركيز على فهم طبيعتنا وطبيعة الواقع. مؤلف الكتاب بيتعمد تكرار بعض الأفكار أكثر من مرة بهدف تذكيرك بأشياء ما بده ياك تنساها. التكرار بفيد بتقوية الشبكات العصبونية بالدماغ وبيساهم بتشكيل مزيد من المسارات العصبية اللي ما بتخليك تفكر خارج إطار العظمة والإيجابية حتى لو كانت ظروفك صعبة. بعرف أني عم بستخدم مصطلحات جديدة عند دكتور، بس اطمنوا لأنه هاي المصطلحات رح نشرحها بالتفصيل عن طريق فيديوهات توضيحية لما نحكي عن وظائف عمل الدماغ بالفصل السادس من الكتاب. وبصراحة هذا هو السبب الرئيسي اللي دفعني أفتح هاي القناة. قلت لحالي أنه أفضل طريقة أني أتعمق فيها بهاي الأفكار هي أني أشرحها بأسلوبي، على مبدأ أنه أفضل طريقة لتتعلم شيء هو أنك تعلمه. بهاي الطريقة بضمن أنه تتحول هاي الأفكار لجزء من تفكيري اللاواعي وجزء من شخصيتي وجزء من أسلوب حياتي. طبعا رح أكون سعيد كتير إذا قدرت أثر على البعض تأثير إيجابي، ولكن أنا برأيي أنه الإنسان ما لازم يشغل باله كتير بتغيير غيره، لأنه أنا إذا تغيرت من جوا فهذا الشيء رح يأثر على الوسط المحيط فيني كأثر جانبي. أنا مؤمن بوحدانية الكون، بمعنى أنه كل عناصر هذا الكون من بشر وحيوانات ونباتات مرتبطة ببعض ارتباط غير عادي، فأي شيء بيأثر فيك رح يأثر على غيرك، وأي شيء بيأثر على غيرك رح يأثر فيك. لهيك نصيحتي للأشخاص اللي حابين يغيروا شخص مقرب منهم أنهم يركزوا على تغيير حالهم بالبداية. هذا التغيير ما رح يضيع ورح يكون له أثر كبير بالمستقبل. أما الجزء الثالث فهو تطبيق عملي للمعرفة اللي اكتسبناها بالجزئين الأول والثاني على أدمغتنا وأجسادنا. ممكن أنه أي شخص فينا يقضي فترة طويلة من حياته عم يتعلم كيف يتعامل مع جهاز معين، ولكن الأهم من هيك أنه نعرف كيف نتعامل مع أنفسنا. بالجزء الأول من الكتاب رح نتعرف على أحدث الأبحاث العلمية والفلسفية المتعلقة بطبيعتنا وطبيعة الواقع، مين نحن وليش التغيير صعب كتير بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، وشو هي الخيارات المتاحة للإنسان. أكيد في عالم استغربت من عنوان هذا الفصل وسألت حالها أنه شو العلاقة بين الفيزياء والسعادة. هلأ من ضمن الأمور اللي بتناولها علم الفيزياء هي دراسة طبيعة المادة. كلنا بنعرف أنه المادة هي جزء كبير من أدمغتنا وأجسادنا، لهيك إذا فهمنا طبيعة المادة فهذا الشيء بيساعدنا أنه نفهم طبيعتنا أكثر. استمرت الفيزياء التقليدية أو ما يسمى بالفيزياء الكلاسيكية لنهاية القرن 19، يعني لسنة 1900 تقريبا. أبرز روادها هن أرسطو، غاليليو، كيبلر ونيوتن، وظهر
تظهر بعد ما يسمى بالفيزياء الحديثة أو فيزياء الكم، وأحد أشهر العلماء فيها هو العالم الشهير ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية اللي كلنا سمعنا عنها. بهذا الفصل رح نركز على مفاهيم الفيزياء الحديثة ونعمل مقارنة بينها وبين الفيزياء الكلاسيكية أو الفيزياء التقليدية لنفهم كيف تغيرت نظرة العالم بشكل كامل لطبيعة المادة وبالتالي طبيعة الواقع. إذا تركنا المجال للعالم الخارجي إنه يؤثر على طريقة شعورنا وطريقة تفكيرنا، فهذا الشيء رح يشكل مسارات عصبية بالدماغ بتخلينا نفكر ونشعر بطريقة مشابهة لكل شيء حوالينا، والنتيجة هي أنك رح تكون نسخة من غيرك ورح تعيش نفس المشاكل والأزمات والظروف اللي عشتها من قبل. لذلك لحتى تتغير لازم تكون أعظم من البيئة الخارجية المحيطة فيك. جزء كبير من سلوكياتنا ومفرداتنا وتصرفاتنا مع الأشخاص اللي حوالينا هي مجرد استجابة تلقائية للأفكار المخزنة باللاوعي. هاي الأفكار تشتغل كبرامج أوتوماتيكية من دون ما نشعر بهذا الشيء. لهيك ما بكفي إنه نفكر بإيجابية لحتى نغير حياتنا، لأنه بالوقت اللي عم نفكر فيه بإيجابية ممكن يكون جسمنا وتفكيرنا اللاواعي غرقان بالسلبية. بنهاية هذا الكتاب رح نتعلم كيف بنقدر ندخل لنظام تشغيل العقل اللاواعي ونعمل له إعادة برمجة. التفكير بالماضي أو الخوف من المستقبل هن عاملين رئيسيين وأساسيين لمعظم المشاكل والأزمات النفسية اللي منعيشها. أي حدا بيشكي لك همه ووجعه وحزنه رح تلاقيه عم يركز بحديثه يا أما على أحداث صارت بالماضي أو على أحداث ممكن تصير بالمستقبل. التحرر من قيد الزمن وإدراك أهمية اللحظة الحالية اللي منعيشها حاليا هي أمور جوهرية للتحرر من مشاعر الحزن والخوف. لنفرض مثلا بعيد الشر طبعا انك تعرضت لموقف بيهدد حياتك بالخطر، مثل انك تتهدد بالقتل مثلا. هذا الشيء بيستلزم انك تعيش بظل التوتر وبانك تولي اهميه للعالم الخارجي اكثر بكثير من عالمك الداخلي من الافكار والمشاعر. كل تركيزك رح يكون منصب بالعوامل الثلاثه اللي ذكرناها سابقا، الجسد، البيئه، الوقت. رح تولي اهميه كبيره لجسدك لانه صار مهدد بالخطر، واهميه كبيره للاشياء والاشخاص الموجودين ببيئتك لانه من خلالهم بتبحث على طوق النجاح. ورح يصير عندك هوس بالوقت لأنه كل ثانية صارت مهمة عندك. رح تفقد التحكم بدماغك وجسدك ورح تعيش بواقع مليء بالتنبؤات. هاي الحالة بسميها الكاتب بحالة النجاة. حالة النجاة مهمة وضرورية بحالات خاصة وبظروف معينة بتحس فيها بالخطر، ولكن تخيل معي أنك تعيش كل لحظة بحياتك بهاي الحالة. هل بتقدر تتحمل هاي الحياة؟ لما تتحرر من القيود الثلاثة فأنت انتقلت لحالة جديدة اسمها حالة الخلق أو الإبداع. بهاي الحالة أنت لا جسد ولا شيء ولا زمن، رح تنسى حالك ورح تتحرر من كل قيود الهوية اللي بتخليك محتاج للبيئة الخارجية لتذكرك بالشخص اللي بتعتقد أنه هاد أنت. بالفيديو القادم رح أمرق بشكل سريع على باقي فقرات الكتاب، ورح يكون آخر فيديو بشرح فيه المقدمة. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.